منبلش السهرة مع سامي مبزع بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لو فرضنا. ضيفة الحلقة الممثلة السورية سلمى المصري. أما هلأ منتابع سوا الفخ. أشهر صانعي الغسالات بالعالم بينصحوا بأريال بلاتينوم. شركة وغدرنا مع بداية الحلقة. المنافسة كانت قوية بين بشير وأيمن وبقيوا قراب بالرصيد حتى الجولة الأخيرة لما سيطر أيمن ووقف بشير عن اللعب. رصيد أيمن 6935 دولار. وسيم ونايف كانوا على الحياد ولعبوا دور المتفرجين خلال الحلقة. وسيم أنهى الحلقة بالمركز الثاني مع 2320 دولار. ونايف ثالث مع 1790. أما بشير يلي بلش الحلقة أول صار أخير ودهور رصيده لـ 235 دولار بس. مساء الخير، برحب فيكم مشاهدينا على الحلقة الخامسة والأخيرة للأسبوع. بنهاية هالحلقة رح نتعرف على اسم الرابح معنا هالأسبوع. أربع مشتركين موجودين وراي وهن خلصوا حلقتنا مبارح، الأربعة رح يصيروا ثلاثة مع بداية حلقتنا، وبنهاية الحلقة مثل ما ذكرت رح نتعرف على اسم المشترك الوحيد اللي رح يحصل على فلوس، كل الباقيين طبعا رح يوقعوا بالفخ. مبارح صوتوا للمرة الأخيرة القيمة كانت 8000 دولار وزعتوها على المشتركين الأربعة، وطبعا صوتوا للمشترك المفضل عندكم. نتيجة التصويت اجت على شكل تالي: بشير أخذ 45% من الأصوات، أيمن 25%، وسيم 11%، ونايف 19% من الأصوات. مجموع كل مشترك صار على شكل التالي: بشير برصيده 3835 دولار، أيمن 8935، وسيم 3200 دولار، ونايف 3310 دولار. صار لنا اسم مين رح يوقع بالفخ مع بداية الحلقة. وسيم معه أقل شيء برصيده، ووسيم هو المشترك الأول اللي بيوقع معنا بالفخ الليلة. ننتقل لوسيم ونسمع تعليقه على التصويت. وسيم، لعبت على دولارات قليلة، برصيدك في 3200 دولار، الفرق بينك وبين نايف هو 110، 11% ما كانوا كافيين، كيف حاسس؟ لا، التجربة كتير حلوة لي، كانت خمس حلقات كتير حلوين، يعني أربعة وشوي. بدي أشكر كل اللي صوتوا أكيد، من الأهل، الأصدقاء، الأقارب. بدي أبلش بطلاب ماجستير بايوكيمستري جامعة بيروت العربية، طلاب معيدين، بروفيسور، زملاء بشركة تغذية، خوتي وائل، مها، سامي بألمانيا. تحية لأولاد إخواتي حمودي، جنى، نور، عبودي، فرح. ويعني أنا يعني بالنسبة لي يمكن ما كنت بالمستوى اللي أنا بدي إياه والمشاهدين بدهم إياه، بس ما بعرف شو صار، يعني يمكن شوي الحظ كان لعب ضدي شوي،
بس ماشي الحال. شكرا يا وسيم. وسيم بيت معنا مثل ما ذكرت 4 أيام وشوي، يعني فينا نعتبرهم 5 أيام. أهلا وسهلا فيك يا وسيم، نحن نشكرك على وجودك معنا. وسيم نقول لك أنت المشترك الأول اللي بيوقع معنا بالفخ الليلي. نتابع حلقتنا الخامسة والأخيرة للأسبوع. بنهاية هالحلقة رح نتعرف على اسم الرابح. واحد منكم أنتو 3 مشتركين بيتوا معنا، أنتو أفضل 3 مشتركين لهالأسبوع. بشير رح نبدأ معك، بدي تعليقك على تصويت امبارح. 45% اجوا بوقتهم، نسبة كتير عالية خلتك تتابع، لأنه امبارح خلصت الحلقة بشكل كتير كاتاستروفيك مثل ما بنقولها دايما. رصيدك كان $235 بس، 45% من $8,000، يعني تقريبا نصهم. كيف حاسس بشير؟ مرسي كتير للجمهور العزيز، وهذا أبلغ رد يمكن من الجمهور على يعني شافوا مين الأجدر بالبقاء. يعني بتصور لي موقفين أثروا في امبارحة، التليفون من الرابح السابق علاء المصري اللي ربح الأسبوع الماضي، تلفن لي على الأوتيل قال لي صوت لك 12 مرة لأنه يعني بتستاهل تبقى بدون منازع، يعني قال لي انت الاقوى. موقف تاني بالطريق وقفني شخص بقال لي يا عمي شو اذا انت بتفل من الفخ انا ما بدي اتفرج على الفخ بعد هلا. منيح يعني عم نكسبه هلا عم يتفرج علينا اكيد. بشير 45% $3,835 برصيدك، انت بالمركز الثاني. المراكز يمكن مهمه بهالحلقه لانه بتعرف انه انتو 3 بعدين بتصيروا 2، يعني في مرحله توصل قبل المرحله الاخيره 2 منكم بيبقوا بيتحدوا بعضهم. بدك تنتبه على المركز، بدك تنتبه على الرصيد، وطبعا حسابيا دائما انا بقول هالجمله كل شيء ممكن. بشير بتمنى لك كل التوفيق بهالحلقه. بننتقل لايمن 25%. كنت على امل اكثر تكون من 25، انما حبوا يبقى بشير بالحلقه انه يعني بالفعل هو يعني أو عنده معلومات منيحة، بس هو اللي وصل حاله هيك، مش نحن اللي وصلناه امبارح. هو اللي خسر أسئلة كتير سحبنا منه، بس هو اللي خسر حاله كتير يعني منه هو، يعني كل واحد بيشوفها بطريقته طبعا يعني مزبوط. ولكن طبعا أكيد كان في أغلاط، كان في ضغط عليه امبارح لبشير، يعني من هالشيء الضغط بيخليك تغلط. وأنت بعرف فيه أنا أنت حاسس بيوم. حسيته قبل من غيرك. مر علي قبل بيوم. بدي أشكر كل اللي صوتوا لي وكل اللي تعبوا معي على الأربع أيام تصويت، كتير 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 من جبل خصوصا واللبنانية عموما، يعني من العريضة للناقورة. شكرا كثير كثير لكل اللي تعبوا معي. أيمن أنت بالمركز الأول، رصيدك $8,935، حافظ عليهم إن شاء الله تبقى بالصدارة، بتمنى لك كل التوفيق. ننتقل آخر شيء لنايف. نايف بقيت بفرق بسيط جدا بينك وبين وسيم، الأصوات تحسنت كثير وهالأصوات هي اللي خلتك تبقى معنا 19%. النسبة حلوة، يمكن هي نسبة وتناسب، يمكن لأن يعني الدكتور بشير يعني كان محتاج إنه تصويت أكثر طبعا. وفعلاً هو كان يعني مستوى يعني يسمح لنا يقعد لآخر حلقة صراحة، فحصل تعاطف من يمكن الجمهور في سوريا ووصل النسبة هذه، عشان كذي طاحت النسبة مالتي. فنسبة حلوة زينة قعدتني باللعبة لحد الحين زين. كيف حاسس دورك بهالمنافسة أنت هلا 3 أشخاص آخر 3؟ لا أعتقد الحين ما عندي شيء خسر يعني، فلازم أجازف طبعا. $3,310 برصيدك، كمان بقول لك حافظ عليهم انتبه عليهم، ولكن ما عندك شيء تخسر. صح، أنت الحصان الأسود يعني أندر دوغ، يعني إنه ما حدا يمكن ناطرك تكون معهم بالمواجهة الأخيرة، ولكن ما عندك شيء تخسر. وبتمنى لك كل التوفيق نايف، لأيمن ولا بشير. وننتقل سوا للجولة الأولى بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. 5 أسئلة وبنبدأ اليوم مع $300 قيمة كل سؤال، عشان هيك بنقول دائما حسابيا كل شيء ممكن. قيمة كل سؤال مرتفعة لسبب، كل شيء معقول. السؤال الأول بهالحلقة، في أي دولة يقع سد القرعون؟ أيمن. لبنان. صح. انتهى العمل فيه سنة 1963، سد القرعون. أيمن. بشير. 300 من عندك يا بشير، $300 لأيمن. السؤال رقم 2، ما هي قطعة الشطرنج التي تحتل زوايا الرقعة الأربعة؟ بشير. قلعة. صح. صح بشير، القلعة أو الرخ. إجابتك صحيحة، $300. أيمن. من عند أيمن، نرجع 300. السؤال رقم 3، كم دولة عربية أفريقية تطل على المحيط الهندي؟ أيمن. ولا دولة.
لا تسرعت شوي أيمن، تخسر 300 دولار، ما حدا عنده جواب. رح أعطي احتمالين، واحدة أو ثلاثة. أيمن، ثلاث دول صح. جزر القمر وجيبوتي والصومال. الصومال، برافو عليك. ما يعني بس كيف حسبتهم وعددتهم بس بالأول خدت على الأطلس، أخذت على الخط بس على البحر الأحمر، ما نزلت لك تحياتي. معلش روح شوي. معلش 300 دولار جاتك صحيحة. أيمن، من بشير من عندك بشير. السؤال رقم أربعة، ما هي صلة القرابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والشخص الذي تنسب له السلالة العباسية؟ نايف عمه. صح، عمه، عم الرسول العباس بن عبد المطلب. نايف، من أيمن. من عندك أيمن 300 دولار لنايف هالمرة. السؤال الخامس والأخير بهالجولة، أي نظرية فيزيائية علمية تستند على المعادلة E equals MC square؟ بشير، نسبية. صح، E طبعا هي الطاقة، M وزن المادة، و C سرعة الضوء. عم نحكي عن relativity أو النسبية. إجابتك صحيحة بشير. أيمن، من عندك أيمن 300 هالمرة لبشير. وهيك نكون انتهينا من الجولة الأولى بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. المشتركين ثلاثة شاركوا بهالجولة الأولى كلهم، نايف، أيمن وبشير. الترتيب أيمن بعده بالمركز الأول، نزل شوي رصيده 8335 دولار، بشير بالمركز الثاني 3835، ونايف قريب جدا 3610. ننتقل سوا للجولة الأولى بهالحلقة من أسئلة أسرع. المختلف اليوم بأسئلة سرعة أنه القيمة صارت أعلى، بدل 500 رح تصير 1000، ولكن كل شيء باقي هو نفسه. سؤال واحد، 7 احتمالات و45 ثانية. السؤال الأول هو سؤال سينما. السؤال هو، رتب هذه الأفلام من بطولة جون ترافولتا من الأقدم إلى الأحدث. كلنا عارفين جون ترافولتا، خلينا نتذكر شوي الاحتمالات السبعة: فيس أوف، لادر 49، غريس، بيسك، لوك هوز توكينج، سورت فيش، وبالب فيكشن. تذكرون منيح من القديم للجديد، 45 ثانية ابتدت تويت. شو أيمن، مش صاحبي مع السينما؟ لنشوف حظك. بعد 10 ثواني انتهى الوقت. أيمن الأول يعني خلصها بثلاث ثواني تقريبا، لأنه بفتكر عملها حظ لسا. بنشوف إذا الباقيين ركزوا عليهم وتذكرون. الترتيب صحيح، نبدأ مع غريس هو الأقدم بال 78، لوك هوز توكينج 89، بالب فيكشن 94، فيس اوف 97، سورت فيش 2001، بيسك 2003، ولادر 49، اخر فيلم بطوله جون ترافولتا سنه 2004. هذا هو الترتيب الصحيح. نشوف مين عنده هالترتيب، اذا حدا عنده ترتيب. نايف عم بيقول لي لا، وبشير كمان ما زبطت معه للاسف، ما حدا عنده الاجابه صحيحه، ما حدا رح ياخذ 1000 دولار. وهيك بنكون انتهينا من السؤال الاول بهالحلقه من اسئله السرعه. ترتيبنا ما بيتغير، أيمن بعده بالمركز الأول، بشير بالمركز الثاني، ونايف ب 3610 دولار، أنت بالمركز الثالث والأخير. ننتقل سوا للجولة الثانية بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. نرجع للمنافسة بين المشتركين ثلاثة، إيدنا على الزر. السؤال قيمته كل سؤال بهالجولة الثانية 350 دولار. السؤال رقم واحد، ما اسم وزير الإعلام الكويتي الذي قدم استقالته مطلع العام الجاري أثر تعرضه؟ نايف، أبو الحسن. صح، محمد أبو الحسن، إجابتك صحيحة إثر تعرضه لحملة استجواب داخل البرلمان الكويتي. إجابتك صحيحة نايف 350. من المتصدر. من المتصدر من عندك يا أيمن 350 لنايف المرة. السؤال رقم 2، أي إذاعة عالمية بدأت البث باللغة العربية مطلع العام 1938 أيمن؟ إذاعة الشرق. لا، عربية الشرق ببيروت. مش إذاعة الشرق أبدا. 350 دولار مقسم لك إياهم يا أيمن. ما حدا عنده جواب، رح اعطي احتمالين، اذاعه مونتي كارلو او هيئه الاذاعه البريطانيه او البي بي سي. ايمن، مونتي كارلو. لا، عم نحكي عن بي بي سي.
أيمن خسر 700 دولار بسؤال واحد، معلش نرجع منركز. سؤال رقم 3، ما هي السلالة الحاكمة اللبنانية التي كان آخر أمرائها الأمير أحمد؟ أيمن، أحمد المعنية. صح، عم نحكي عن السلالة المعنية، توفي الأمير أحمد عام 1697، حفيد الأمير يونس شقيق الأمير فخر الدين الثاني. أيمن 350، بشير. بشير من عندك 350. السؤال رقم 4، أي مغنٍ فرنسي شهير شارك بحوالي 75 فيلم ومن أغانيه لا بوام؟ شارل أزنافور. صح يا بشير، لا بوام وجونيريان أوبليي، عم نحكي عن شارل أزنافور يلي اسمه الأساسي أو الأصلي شاهبور فارناغ أزنافوريان، هو الأصل أرمني. بشير 350، أيمن من عندك. أيمن، السؤال الخامس والأخير بهالجولة، في بريطانيا أي منطقة تطل غرباً على خليج كارديغان وجنوباً على قناة بريستول؟ الاحتمالين اسكتلندا أم ويلز؟ أيمن، ويلز. صح، فييدو قال بلاد الغال ويلز، اسكتلندا بالشمال ويلز بالغرب. كارديف، إجابتك صحيحة. أيمن، بشير 350 من عندك بشير لأيمن، وهيك نكون تهينا من الجولة الثانية بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. كمان مرة جولة تانية حماسية، الكل عم بيشارك. الترتيب بنهاية القسم الأول، أيمن بالمركز الأول، نزل شوي رصيده 7635 دولار، نزل منيح من بداية الحلقة لهلأ. المركز الثاني صار لنايف ب 3960، وبشير 3485 دولار. بشير أنت بالمركز الثالث والأخير. صار وقت التصويت الداخلي، لأنه التصويت خارجي خلصنا امبارح، صوتوا على 8000 دولار، اليوم في تصويت مرتين من قبل الجمهور يلي معنا بالاستوديو، وكل مرة على قيمة 3000 دولار. 3000 وثلاث مشتركين، لنشوف مين راح يجاوب على سؤال الجمهور. السؤال هو، على أي دولة أخرى نحصل إذا بعثرنا أحرف سوريا؟ روسيا. صح. كبست بكير شوي، لحقتك بسوريا. سوريا إذا منغير الأحرف بصير روسيا. نايف بيخسر 300 دولار على أمل يعوضهم من التصويت الجمهوري اللي معنا بالستوديو، تصويت على 3000 دولار. نايف، كلمة لك من بعد إشارة صوتية، تفضل نايف. في الحلقات السابقة يعني جمهور الاستوديو يعني كان شوي يعني متحفظ على التصويت لي، يعني كان شوي بخيل معي، فأتمنى أن الجمهور اليوم يكون كريم يعني ويعطيني نسبة حلوة. مشاهدينا، من أهم العوامل بالحلقة الخامسة والأخيرة ببرنامج الفخ طبعا هو تصويت الجمهور. هالجمهور رح يصوت هلأ للمرة الأولى بهالحلقة، ورح يصوت طبعا مرة تانية. القيمة كل مرة هي 3000 دولار، نايف توجه للجمهور. التصويت إذن على 3000 دولار بيتوزع على المشتركين الثلاثة. لحظات قليلة مع الإعلان ومنرجع مع نتيجة التصويت الأول بهالحلقة، خليكم معنا. منتابع الحلقة الخامسة والأخيرة للأسبوع من الفخ. الجمهور صوت خلال الإعلان، تصويت الجمهور كتير مهم بهالحلقة. التصويت الأول على قيمة 3000 دولار توزع على المشتركين ثلاثة على الشكل التالي: بشير أخذ 38% من الأصوات، أيمن 21، ونايف 41% من الأصوات. مجموعك المشترك صار على الشكل التالي: بشير برصيده 4625 دولار، أيمن 8265، ونايف 4890 دولار. ننتقل للمشتركين ثلاثة ونسمع تعليقهم على التصويت. نايف، رح نبدأ معك. أعلى نسبة تصويت، اتهمت الجمهور أنه كان بخيل معك، 41%. شكراً جمهور اليوم، طبعاً كان جداً كريم معي، توجهت له. نعم، ومشكور يعني، شكراً كلهم. عم بتشارك أكثر اليوم، حس حالك مرتاح أكثر؟ يعني آخر يوم لازم نشارك. لو كنا هلأ بنهاية القسم الثاني كنت أنت بتنتقل على الجولة الأخيرة، هذا هو هدفك توصل للمركز الثاني؟ هو الهدف ان الفوز طبعا، بس يمكن المرحله هذه نوصل بعد في جولتين. بتمنى لك كل التوفيق يا نايف. 41% 4890. كلمات سريعه من ايمن وبشير، بنبدا مع بشير. ثاني اعلى نسبه، ميرسي كثير، ويمكن وقت ما بتوجه للجمهور باخذ نسبه اعلى. 38% 4625. بعدك بالمركز الثالث بشير، عم نحكي هلا على مراكز كثير مهمه، نحن بالقسم الثاني. بتمنى لك كل التوفيق بشير. بس أيمن، بعدك المركز الأول، حافظت عليه، زادوا لك 21%، يمكن مش أعلى نسبة، ولكن لهلا بدهم يخلوا المنافسة موجودة. لهلا بعده الوضع جيد، إن شاء الله يضلوا جيد. القسم الثاني كثير مهم.
شاء الله. بتعرف قديش مهم كلكم حاضرين البرنامج، بتعرفوا شو بيصير فيه بالقسم الثاني، بيصير في تغيرات، بتمنى التوفيق لكل المشتركين. ننتقل سوا للجوله الثالثه بهالحلقه من اسئله المعلومات العامه. احد الاسباب يلي ممكن يغيروا كل شيء بالقسم الثاني هو قيمه كل سؤال، 400 بعدين 450 دولار، كل غلطه بتكلف، كل سحب بكلف 400 دولار قيمه كل سؤال. خمس اسئله، نحن بالجوله رقم 3. السؤال الاول، منذ مطلع اي عام تم تجميد مفاوضات السلام القائمه تحت رعايه امريكيه؟ ايمن. 1996. خطا، بين سوريا واسرائيل. ما حدا عنده جواب، رح اعطي احتمالين، 99 او 2000. 99. لا، 2000. منذ مطلع عام 2000 يناير 2000، بعد فشل مؤتمر عقد برعاية بيل كلينتون بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك. أيمن ما تتسرع، أنا عارف أنه عندك كتير معلومات ولكن يمكن كترتهم أوقات بلبكوا. أيمن 800 دولار خسرك السؤال، ركز أكثر. السؤال رقم 2، ما هو أول كوكب في المجموعة الشمسية وصلت إليه مركبة فضائية أطلقت من الأرض؟ مريخ. مريخ. خطأ. أول هدوء من عند الجمهور، عم نحكي عن أول مركبة فضائية أطلقت من الأرض. رح أعطي احتمالين، بلوتو أم الزهرة؟ زهرة. صح. عم نحكي عن الزهرة أو فينوس، عن المركبة هي مارينر 2 سنة 1962. أيمن ما تتسرع، 400. بشير. من عندك بشير، 400 دولار لأيمن، لأجا يدفع شوي رصيد وخسر كتير بأول سؤالين. السؤال رقم 3، من هو الشاعر الذي كتب كلمات أغنية أم كلثوم أصبح عندي الآن بندقية؟ الاحتمالين، نزار قباني أم سميح القاسم؟ سميح القاسم. نزار قباني هي الإجابة الصحيحة. أخسر 400 دولار. تعرف الأغنية أيضاً، الأغنية اللي قلناها أصبح عندي الآن بندقية بطريق واحد من عام 1969. السؤال رقم 4، أي حيوان ضخم هو شعار فريق ممفيس لكرة السلة في الدوري الأمريكي في الـ NBA؟ الثور. لا مش الثور، هذوليك الشيكاغو. رح أعطي احتمالين، الدب أم الأسد؟ بشير. دب. صح، ممفيس جريزلي. عم نحكي عن الدب الأمريكي الكبير الجريزلي اسمه الممفيس جريزليز. بشير 400. نايف. من عندك نايف، 400 دولار لبشير، منافسة على المركز الثاني واضحة. السؤال رقم 5، إلى أي دولة تتبع جزيرة غوادالوبي السياحية؟ بشير. فرنسا. لا، في المحيط الهادئ، وهو أيضا اسم مزار شهير للسيدة العذراء في نفس البلد. احتمالين، غواتيمالا أو المكسيك؟ أيمن. مكسيك. صح. نحكي عن جزيرة اسمها غوادالوبي، فيها مزار تابعة للمكسيك، مساحتها 253 كيلومتر مربع، وهي جزيرة بركانية تبعد 241 كيلومتر عن الشواطئ المكسيكية. أيمن. بشير. من عندك بشير، 400 دولار لأيمن، وهيك نكون انتهينا من الجولة الثالثة بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. ترتيب، أيمن بعده المركز الأول 7465، نايف 4090، وبشير قريب جدا 3825 دولار. ننتقل سوا للجولة الثانية والأخيرة بهالحلقة من أسئلة السرعة. طوال هالأسبوع أسئلة السرعة ما كنتوا موفقين فيهم، حتى لما صار سعرهم 1000 دولار وصاروا حرزانين كمان بعدكم مش موفقين بالسؤال الأول. لنشوف الثاني. سؤال السينما كان الأول، يعني ما بعرف للي بيحب السينما كان هين. للي بيحب السينما. لنشوف مين بحب التاريخ. سؤال تاريخ، ترتيب وطبعا 7 احتمالات. السؤال هو، رتب العواصم بحسب تاريخ تحريرها من النازيين من الأقدم إلى الأحدث. الاحتمالات 7، وارسو، لوكسمبورغ، براغ، باريس، فيينا، أتينا، وبروكسل. هدول هن الاحتمالات 7. 45 ثانية بتلات توقيت.
بقى 15 ثانية. انتهى الوقت، آخر سؤال صار على هالأسبوع، آخر فرصة لواحد منكم يكسب $1,000. سؤال مش سهل أبداً، لأنه الفرق بين تحرير مدينة والتانية بسيط جداً، أسابيع أيام أو أشهر، يعني من الأول والأخير ما في سنة. رح أعطيكم الترتيب الصحيح ومع تاريخ تحرير كل مدينة. نبدأ مع باريس ب 15 أغسطس 44، بروكسل 3 سبتمبر 44، لوكسمبورغ 10 سبتمبر 44، أثينا 14 أكتوبر 44، وارسو 17 يناير 45، فيينا 13 أبريل 45، وبراغ 9 مايو 1945. هذا هو الترتيب الصحيح. ما بعرف إذا حدا عنده هالترتيب، مثل ما كنت حاسس أنا، ولا بشير ولا أيمن، وحدي صح ولا نايف، في وحدي صح. بس وحدي صح. مبروك على الوحدة الصح. ما في جائزة طردي، ما حدا بيكسب $1,000. وهيك كنت انتهينا من السؤال الثاني والأخير بهالحلقة من أسئلة السرعة. طبعا الترتيب ما بيتغير، بعده أيمن بالمركز الأول 7465، نايف 4090، وبشير 3825. ننتقل سوا للجولة الرابعة بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. جولة كتير مهمة، $450 قيمة كل سؤال، بنهايتها طبعا رح يصير في تصويت وبعدها بنعرف مين رح يتواجه بالجولة الأخيرة. السؤال رقم 1، ما هي المدينة الأمريكية التي تلقب بهافانا الصغرى أو ليتل هافانا؟ الاحتمالين ميامي أو أورلاندو. ميامي صح. والسبب واضح، كثرة المهاجرين الكوبيين فيها، وطبعا كلهم أو قسم كبير منهم من المعارضين لفيدال كاسترو. بشير. نايف. من عندك نايف، $450 لبشير. نايف صار بالمركز الأخير. السؤال رقم 2، من هو الفريق البحريني حامل الرقم القياسي في إحراز؟ أيمن. محرر. صح. الرقم القياسي في إحراز لقب بطل الدوري البحريني، عم نحكي عن محرق، فاز باللقب 26 مرة. أيمن. بشير. من عندك بشير، 450. السؤال رقم 3، من لعب دور شقيقة شادية في مسرحية ريا وسكينة إلى جانب عبد المنعم؟ سهير البابلي. سهير البابلي صح. إلى جانب، لكمل سؤال، عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي. إجابتك صحيحة. نايف 450. نايمن. من عندك أيمن، $450 لنايف. السؤال رقم 4، ما هي الدولة التي قطع العراق علاقته معها عام 1955؟ نايف. سوريا. لا، حين كان الأمير عبد الله وصيا على العرش ونوري باشا السعيد وزيرا رئيسا للوزراء. بشير. أردن. لا، حاطي احتمالين بشير ونايف، كل واحد منكم خسر 450. الاحتمالين هني الاتحاد السوفيتي أم الصين. اتحاد سوفيتي. اتحاد سوفيتي. خلال تشكل حلف بغداد الأمريكي، حلف بغداد كل واحد بقيه بالبلاد، عرفتها دغري انا، بس سبقوني اثنيناتهم علي. يا بشير، الاتحاد السوفيتي. ايمن اجابتك صحيحه. بشير. من عند بشير 450. من عندك بشير لا ايمن. بعد في سؤال اخير، سؤال مهم جدا. السؤال هو، اكمل المثل العامي العربي، كثير الكارات قليل مرات. صح يا ايمن. الكارات هي المهن والبارات هي الدراهم، أي من يجرب مهنا كثيرة يكون قليل المال. بشير. من عند بشير لهلأ هو قليل المال. بشير من عندك $450 لأيمن. وهيك نكون انتهينا من الجولة الرابعة بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. وصلنا لنهاية القسم الثاني، نهاية الجولة الرابعة. الترتيب، أيمن $8,365، رد شوي من خسارته بالقسم الأول، طلع شوي ل 8,365. المركز الثاني لنايف 3,640، وبشير $2,475. الفرق بين نايف وبشير يعني تقريبا $1,200. كثير مهم هالفرق ينعرف، لانه ايمن بالصداره بعيد، التصويت على $3,000 ما بياثروا عليه حتى لو ما اخذ ولا اي صوت. ما بياثروا عليك بالترتيب، عم نحكي نحن لانتقال للجوله الاخيره، بس بالاخر بده ياثر. نحن عم نحكي عن مراتب، بالنهايه كل شيء اكيد رح ياثر. المراتب عم نحكي، صاحب المركز الأول والثاني رح ينتقلوا معنا للجولة الأخيرة، يتواجهوا ب10 أسئلة يمكن سؤال $500، واللي معه أقل شيء من بعد التصويت رح يتركنا.
تصويت إذن كمان مرة على قيمة 3000 دولار، واحد منكم بيجاوب على سؤال سهل، سؤال الجمهور. السؤال هو: أي صفة تطلق على الحيوانات التي تعيش في الماء والبر معا؟ بشير؟ برمائية. صح. بشير أنت بالمركز الأخير، تخسر 300 وبتضحي طبعا التوجه للجمهور. الجمهور رح يصوت كمان مرة، خليني أذكر، على قيمة 3000 دولار. بشير كلمة لك بعد إشارة صوتية، تفضل بشير. يعني شايف الجمهور أكيد إذا بده يبقيني باللعبة مفروض يصوت لي بنسبة كتير 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 عالية. مرسي كتير. مثل ما قال بشير، إذا بده الجمهور يخليه باللعبة بده يصوت له بقيمة كتير عالية، يمكن 50% إذا مش أكثر. التصويت إذن للمرة الأخيرة هالأسبوع من قبل الجمهور، القيمة هي 3000 دولار، تتوزع على المشتركين 3 لحظات قليلة مع الإعلان، ومنرجع مع نتيجة التصويت. خليكم معنا. مشاهدينا، وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا الخامسة والأخيرة، نحن مع بداية القسم الثالث والأخير. الجمهور صوت خلال الإعلان للمرة الأخيرة لهالأسبوع، القيمة هي 3000 دولار، وزعها طبعا على المشتركين 3. رح ننتقل لهالمشتركين 3 ونتعرف على اسم المشترك اللي رح يقع بالفخ قبل بداية القسم الثالث والأخير. لو بتعرفوا دائما بهالوقت بعطي قسم صغير من النتيجة مش كلها، طبعا لنترك هيك شوية حماس بين آخر مشتركين رح يبقوا ويتواجهوا بالجولة الأخيرة. تذكير بسيط، واحد منكم رح يقع بالفخ هلا، اثنين بيكملوا الجولة الأخيرة 10 أسئلة قيمة كل سؤال 500 دولار، يعني المواجهة الأخيرة هي اللي بتحسم كل شيء. الجمهور الخارجي خلى بشير ببداية هالحلقة، طبعا لأنه خلص حلقته امبارح برصيد 235 دولار، خليه وأعطيه 45% من التصويت مشان يتابع المنافسة بهالحلقة. نايف شارك وبيستاهل كمان يبقى. كانت المنافسة بالآخر مبينة واضحة بين بشير ونايف، لنشوف مين بيبقى مع بيناتهم حتى يواجه أيمن، لأنه أيمن رصيده مرتفع بالوقت الحاضر. الجمهور حكم وعطى أصواته، رح أعطيكم بس نتيجة المشترك رح يتركنا. المشترك رح يتركنا هو نايف، لأنه بس أخذ 10% من الأصوات، والباقيين توزعوا بينك يا أيمن وبين بشير. أيمن عم بيعمل هيك، عم بتحذر يمكن كيف راحوا الأصوات. المفروض يكون اخذ فوق 70%. نايف خلينا ما نحلل هلا، هلا واصلين على ايمن وبشير. نايف 10% ما كانوا كافيين حتى تكمل معنا. نايف انت قلت لي ببدايه الحلقه انه ما عندك شيء تخسره، وبالفعل برهنت، شاركت، جاوبت ونفست طبعا، بس ضليتك تاخذ من ايمن. قلت له قبل الحلقه هاي غلطه. لحظه يا ايمن، واصل دورك. ايمن بحب يحكي دائما قبل الكل. نايف يعني تكتيك كانت واضحة لبشير، إنه المنافسة مع نايف، إنه بده ياخذ من نايف مشان يتنافس معه على المركز الثاني حتى يرجع يكمل على أيمن. أنت كملت على أيمن، يمكن لو أخذت من بشير، مع إنه هلا مش عم نحلل، هلا خلصت القصة، خذ راحتك. لو أخذت من بشير يمكن كان عندك فرص أكثر. أنا فاهم، عارف التكتيك هذا، بس لأن أيمن يعني فرق كبير يعني. يعني حتى يعني لو الجولة الأخيرة بقيت أنا أيمن والرصيد يعني رصيده مرتفع، يمكن ما اقدر الحق. اذا بتعمل لها حساباتها عمليه، يعني الجوله الاخيره 10 اسئله ضرب 500 ضرب عدد اغلاط، تفرق كثير. نايف كيف كانوا هالخمس ايام؟ حلوين والله، حلوين. والاحلى يعني كانت بيروت حلوه، والجو كان فيها حلو يعني، واستانسنا فيها واستمتعنا بالبرنامج. يعني البرنامج ما كان هدفنا يعني الربح المادي، لان في برامج ثانيه جوائزها اكبر بس ما شاركنا فيها ولا فكرنا حتى نتصل عليها، بس فكرنا نتصل على الفخ لان في منافسه وبرنامج حلو يعني ممتع. نايف اكيد عندك اشخاص يمكن حابب تشكر حدا؟ والله بشكل عام يعني اشكر الشباب الكويت وبالسعوديه وبالدوحه وبدبي وبالبحرين بعد ما قصروا الشباب، وبطلبه فلادلفيا في عمان هم ما قصروا. بس شكرا يا نايف، شكرا على وجودك معنا. نايف ما يمكن هيك رايق ببعض الاحيان، ولكن بجاوب بالأوقات الحرجة والمناسبة. نايف بتمنى لك كل التوفيق. نايف بشكرك كثير على وجودك معنا، ونايف انت المشترك الثاني اللي بيقع معنا بالفخ الليلة. قبل دخولنا للمنافسة بالجولة الخامسة والأخيرة، رح توقف بس هيك للحظات قليلة مع بشير وأيمن، بس كلمة سريعة هيك قبل ما ندخل على المنافسة. بشير وأيمن، يعني أنا لو بدي أختار، أنتم بالفعل أفضل اثنين بين السبعة اللي اشتركوا معنا هالأسبوع بدون أي منازع.
كل واحد منكم تصدر بفترات، رجع نزل، أيمن بلش بالنزول بعدين رجع طلع، والعكس صار مع بشير. بشير، كيف حاسس معنوياتك قبل دخولك على الجولة الأخيرة؟ معنوياتي كويسة، ومرسي للذوق اللبناني اللي شاف إنه أنا بستاهل أبقى للآخر يعني، وخلاني، وإن شاء الله يطلع معنا شيء آخر جولة إن شاء الله. خليني أذكر بس أيمن بشير والمشاهدين إنه الرصيد رح نشوفه هو عاد ما زدنا عليه طبعاً 90% اللي توزعوا بيناتكم. أيمن بلشت تتكهن بالنسبة لل 90%، بس أنا بنصحك تنسيهم هلا 90%، مش هيك؟ لا بس مفروض في 1500 دولار يعني، خو 50% و10 60 ما فوق 60% أخذها شيء أكيد، هي فيش بحث. ثبات 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 من 60 وما فوق. طيب يعني ننسى التصويت، ننسى التصويت. لا بس لأنه امبارح صار عم يسأل إذا في عدل ولا ما في عدل، عدل ياخذ 10% شو اسمه نايف ويطلع. لا لأنه أكيد في عدل، قال له نايف أكيد في عدل. العدل في عدل، أنا مش العدل بيجي يعني حسب افضل منافس فعليا كل الحلقات، بس هو وصل حاله لهالمر للوصل. ايمن انت كيف حاسس هلا؟ كيف حاسس؟ بعطي 10 اسئله، تعبان ولا مرتاح؟ بدي مضيه. شكلك تعبان، انت عم بتقول لي اذا تعبان ولا مرتاح. بتمنى التوفيق لايمن وبشير، ان شاء الله ما يكونوا تعبانين، لانه هذه هي الجوله الاخيره، وبننتقل سوا مشاهدينا للجوله رقم 5 بهالحلقه من اسئله المعلومات العامه. مثل ما ذكرت ايمن 10 اسئله موجودين معي، قيمة كل سؤال 500 دولار، كل واحد منكم بيجاوب على سؤال بينخصم، إذا جاوب بشكل صحيح طبعاً بينخصم ال 500 من المشترك الثاني، الغلطة بتكلف 500 كمان، انتبهوا على الأغلاط، الرصيد بعد ما زدنا عليهم 90% من التصويت الأخير للجمهور على قيمة 3000 دولار. السؤال رقم 1، أذربيجان دولة مستقلة. بشير، باكو. خطأ، على بحر قزوين، أما مقاطعة أذربيجان الشرقية فتقع في إيران. ما هي المدينة الكبيرة عاصمة هذه المقاطعة؟ بشير تسرعت، صرت 500، ما بحق لك جاوب، إذا أيمن عنده جواب بيجاوب، إذا ما في جواب رح أعطي احتمالين. الاحتمالين هني تبريز أم بندر عباس؟ بندر عباس. خطأ، تبريز هي الإجابة الصحيحة، تقع محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران على حدود أرمينيا وجمهورية أذربيجان، بندر عباس تقع في الخليج العربي. كل واحد منكم خسر 500، هاي البداية. إن شاء الله هي تكون الخسارة الأخيرة. السؤال رقم 2، ما الذي نشره آرثر واين لأول مرة في صحيفة نيويورك وورلد في 21 ديسمبر عام 1913؟ بشير، شبكة كلمات متقاطعة. صح، الكلمات المتقاطعة. 500 لبشير من عندك يا أيمن. السؤال هذا كان الثاني. السؤال رقم 3، ولد عام 445 قبل الميلاد وتوفي عام 388 قبل الميلاد، يعتبر من أعظم أدباء الإغريق، وقد وصل لنا من أعماله 11 مسرحية كوميدية، من هو هذا المسرحي اليوناني الذي يعتبر مؤسس فن المسرح الكوميدي؟ احتمالين، أريستيدس أو أريستوفانس. بشير، أريستوفانس. صح، عم نحكي عن أريستوفانس يلي كتب 30 مسرحية معظمها طغى عليها الطابع السياسي والنقد الساخر. 500 جديدة لبشير من عندك يا أيمن. السؤال رقم 4، تمت نهار الاثنين الثالث من الشهر الجاري في السعودية عملية ناجحة لفصل توأم سيامي دامت نحو 18 ساعة متواصلة، ما هي جنسية هذين التوأم؟ سمعناها بالاخبار، قريناها بالجرايد. الاحتمالين، بولندية او هندية. بشير، هندية. لا، الجنسية هي بولونية او بولندية، اسم للبنات داريا واولغا. كان في فريق طب سعودي اكيد يعني قام بهالعملية، وهالعملية هي التاسعة من هالنوع بالسعودية. 500 بيخسرها بشير. السؤال رقم 5، ايقاع اي نوع رقص ادخله الموسيقار محمد عبد الوهاب على اغنية مريت على بيت الحبايب للمرة الأولى في الموسيقى العربية؟ إيقاع نوع رقص، احتمالين، الفالس أم التانجو؟ أيمن، الفالس. التانجو هي الإجابة الصحيحة، عم نحكي عن قبل، إجابته كانت خطأ، بعتذر. الفالس الإجابة الصحيحة هي التانجو، عم نحكي عن عام 1932، أغنية مريت على بيت الحبايب محمد عبد الوهاب. السؤال رقم 6، بعد في نص الأسئلة،
ما اسم القصائد التي اشتهر بها النابغة الذبياني كرد على القول بأنه أحب زوجة النعمان بن المنذر؟ أيمن؟ الاعتذاريات. برافو برافو، اعتذر بها إلى النعمان ملك الحيرة. الاعتذاريات إجابتك صحيحة أيمن، 500 دولار من عندك يا بشير. السؤال رقم 7، ما هي بالأشهر أقصر ولاية لرئيس أمريكي؟ أيمن. شهر. صح، برافو. عم نحكي عن ويليام هاريسون، عام 1841 مات بعد شهر واحد من توليه مهامه من جراء نزلة صدرية، كان تأس كثير قاسي. أيمن 500 إذن لك من عند بشير أكيد. السؤال رقم 8، أي دولة جمعت أكبر عدد من الميداليات في الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا عام 1896؟ الاحتمالين فرنسا أم اليونان؟ بشير. اليونان. صح، عم نحكي 1896 أول ألعاب أولمبية حديثة، 47 ميدالية منها 10 ذهبية، ما كانت بالمركز الأول من حيث الميداليات الذهبية، كانت الولايات المتحدة بمجموع 19 و11 ميدالية. بضيع شوي السؤال ولكن واضح عدد ميداليات كانت اليونان. أنا بعد سؤالين، السؤال رقم 9، من كبار ممثلي السينما ولد في أستراليا عام 1909 وتوفي عام 1959، اشتهر بأفلام المغامرات مثل كابتن بلود، The Adventures of Don Juan، وخاصة روبن هود. من هو هذا الممثل؟ احتمالين تايرون باور أو إيرول فلين. بشير. إيرول فلين. صح، الممثل الأسترالي إيرول فلين، مولود 1909، مشهور كثير بروبن هود. آخر سؤال، السؤال رقم 10، في أي عاصمة آسيوية تقع سوق دمى الحظ السعيد التي يقصدها الناس لشراء دمية تكون رمزاً للتوفيق في العمل؟ الاحتمالين طوكيو أم طهران؟ بشير. طوكيو. منطقية طوكيو هي الجامعة. المنطق بقول طوكيو، وإجابتك صحيحة، 500 دولار الأخيرة منك يا أيمن لبشير. وهيك بنكون انتهينا من الجولة الخامسة والأخيرة بهالحلقة من أسئلة المعلومات العامة. بس استنزف بلش برسمي. بلش بالحسابات هلا، لا محسوبي خلص، مش مجالي. وصل، خلينا نوضح، نحن وصلنا نهاية حلقتنا، نهاية الجولة الخامسة. الترتيب، بشير 2675 دولار، وأيمن بالمركز الأول 5865. 10% راحوا لنايف، ال 90 توزعوا على الشكل التالي مثل ما حللت مسيو أيمن. 65 قال له 65% طبعا لبشير ليبقى معنا كان ويكمل، أخذ 65% وأيمن أخذ 25%. المجموع الجديد من بعد المنافسة طوال 5 أيام، المجموع الأخير بحلقتنا، بشير 4625 دولار، وأيمن الفايز معنا وزقفة لاثنين 6615. برافو يا أيمن وبرافو يا بشير. هذا هو الترتيب النهائي، أيمن فايز معنا، بشير الخسران الأخير. شو يا بشير؟ كيف حاسس؟ نفست للآخر، حتى لآخر سؤال، يعني كنت حاسس انه عندك فرصه حتى لاخر سؤال، وبالفعل الفرق منه كثير كبير، 2000 دولار يعني سؤالين، لو اخذت سؤالين بعد كنت وصلت على ايمن. شعورك؟ شعوري يا بوب، يعني حسيت كنت بقدر بربح لو الاسئله ناسبتني اكثر. الاسئله ما ناسبتني، بس جاوبت. جاوبت يمكن على نصهم اذا ماني غلطان، يعني بركي 4-4 انت وايمن، من اكيد، بس هلا بالليل بنحضرها وبنشوف. تحضرها انت بترجع؟ عادة اذا حلقات حلوة ايه. كويس. فضحتني يا بشير. خبرني كيف حاسس هلا بالفعل، يعني خلصت منافسة، خلص الضغط، خلصت الحلقة، كل واحد منكم يمكن كان واعد نفسه بالمركز الأول، لو اجت الأسئلة لإلك كنت يمكن فزت. بشير بالنهاية أكيد العالم ساعدتك، يعني لو واحد يوصل لهون ما بيوصل لحاله. عدلي، أنا أكيد عندك أشخاص معينين بدك هيك تشكرهم. قبل الأشخاص، أول شيء بعتذر من اللي خيبت لهم أملهم بسوريا، لأنه في كتير ناس قالوا لي ما بنرضى غير بالمركز الأول لأنه بيعرفوا معلوماتي. بعتذر منهم وبقول لهم كلمة واحدة،
بختار لي ما كان بنقصني غير سوى شيء واحد وهو الحظ ثم الحظ ثم الحظ. ثلاث اشياء هدول. بعدين تحية حب لوالدي الحبيب جاك اللي هو شجعني على القراءة دايما واللي شجعني دايما على انه اخذ وقتي بالقراءة ومشترك ب 15 مجلة هو يمكن. تحية حب لاختي عيد ميلادها اليوم بقول لها جويز انيفرسير. لاولاد اختي ساندرا وماريو. تحية حب لقائد حملة التصويت صديقي نبيل نحاس. تحية حب لصديقي ورفيق عمري الدكتور زياد غنوم. صديقي ورفيق عمري الدكتور فادي بلدي. تحية حب لسورة أركانجيلا لراجي وتار. وبالنهاية تحية حب كبيرة لعبير ولرنا ولك بوب. شكرا كتير. يا بشير شكرا على وجودك معنا، وجودك كان كثير مهم، نافست كثير بهالطوال هالخمس ايام اللي قطعوا، وحتى السؤال الاخير مثل ما ذكرت من شوي. بشير بتاسف لك، انت المشترك الاخير اللي بيوقع معنا بالفخ هالاسبوع. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا الخامسة والأخيرة، صار عنا اسم المشترك اللي فاز معنا أو رح يفوز معنا أو خلص فاز معنا. أيمن الفايز معنا هالأسبوع رصيده هو 6615 دولار. أيمن كانوا صعبين هالخمس أيام، خاصة 10 أسئلة كانوا صعبين مش الخمس أيام، بس أنا شايفك شايف إنه اليوم الرابع واليوم الثالث كانوا كثير صعبين وقتها هيك نزل رصيدك كثير. اليوم الثالث بالأخص، اليوم الرابع كنت خبرهم هيك باختصار للمشاهدين شو حسيت، كيف كنت يعني كيف واجهت هالصعوبة؟ يعني أعصاب بيوصل لفترة واحد أعصاب ما فيه، بده قد ما كان يحاول يركز، إنما تخطينا المرحلة. بس الأصعب كانت آخر مرحلة، مرحلة أعصاب عن جد، يعني على الجرس ما عاد تلحق إكبوس، كان وضع كتير مثلا. أيمن وصلت لهون أكيد مش لحالك طبعا. لأنه الأسئلة والأجوبة عندك إياهم، بس الدعم اللي كان متواصل لك الأسبوع من كل أهل ضيعتي، يعني ما تركوني ولا لحظة، وقفوا وراي. كان امل انه نكون احسن من هيك، بس انما شو بدنا نعمل، هي النتيجه هي النهايه وصلنا. انت المركز الاول، احسن كان الرصيد يعني رصيد طبعا، لانه كنت بلشنا. وشكرا كثير كثير لكل اللي تعبوا معي بالتصويت وبالاستديو اللي كانوا معنا، شكرا كثير كثير. ولك شكرا نهاية. لك يا ايمن كمان مره بذكر المشاهدين، ايمن من لبنان الفايز معنا رصيده 6615 دولار. دائما بنهايه الحلقه بشكر المشتركين الست الباقيين اللي شاركوا معنا الاسبوع، نبدا مع خالد، فيصل، بشير، منيف، وسيم ونايف. وكمان مره بنقول له مبروك لأيمن 6615 دولار. بلكن ينعاد عليكم طبعا بهالعيد المبارك، بلك ينعاد عليك وعلى جميع. شكرا على الحلقة، على المتابعة، وبعطيكم موعد نهار السبت مع أسبوع جديد وحلقة جديدة من الفخ. شكرا وإلى اللقاء.